السلام عليكم ومرحبا بكم دكاترتنا الأعزاء من جديد بكورس البيولوجي. وياكم الدكتور محمد صالح، خريج كلية الطب جامعة بغداد، وإن شاء الله راح نكمل البارت الثاني أو الجزء الثاني من المحاضرة الأولى لكورس البيولوجي. فإحنا مثل ما أخذنا كمراجعة، خلي شوي نراجع اللي أخذناه بالبارت الأول أو بالجزء الأول. أخذنا شنو هي الخلية وشنو هي الكائنات الحية. قلنا أنه الكائنات الحية تتكون من عدة خلايا حسب ما تقول نظرية الخلية أو السيل ثيوري. وأخذنا قلنا أنه هل الكائنات الحية لها صفات معينة وذكرناها، وأيضا هل الكائنات الحية هي صحدة تتكون من خلايا، لكن ممكن أكو بعض الكائنات الحية تتكون من عدة خلايا مو خلية واحدة، فهل الخلايا تترتب بمستويات بترتيب معين إلى مستويات اللي سميناها مستويات التنظيم. فإحنا بعد ما اتعرفنا بشكل كامل، خلينا نقول أو بشكل عام كنظرة عامة عن الخلايا، هسه نجي شوية نطب بداخل الخلايا اللي جوا. فراح ناخذ البارت الثاني، البارت 2، اللي هو عنوانه الأورجانلز أو العضيات الموجودة بداخل كل خلية. فراح ناخذ أنواعها التايبس، وراح ناخذ الفانكشنز أو الوظائف مالتها. فنبدي بالأورجانلز كتعريف. هي شنو الأورجانلز أو العضيات الموجودة داخل الخلايا؟ هي تعتبر very small أو microscopic، يعني مجهرية، هي تركيبات مجهرية أو خلينا نقول كلش صغيرة، very small. هالعضيات كل واحدة منها، كل واحدة منهن تؤدي وظيفة معينة، perform، تؤدي various functions، وظائف مختلفة. فكل كل عضية أو كل أورجانل راح تؤدي وظيفة معينة for a cell، للخلية نفسها، وظيفة للخلية نفسها. فمثلا بعض العضيات مثلا الميتوكوندريا، هسه راح نجي عليها كل واحدة نفصل بيها، أو ناخذ العضيات المهمة نفصل بيهن واحدة واحدة أنواعها والوظيفة مالتها. لكن كنظرة عامة كل واحدة من ذني إلها وظيفة معينة. مثلا الميتوكوندريا أو هي بيوت الطاقة، الوظيفة مالتها إنتاج الطاقة. النيوكليوس وظيفتها انه تحتوي على الدي ان اي والى اخره. فذني كل واحد بهن، كل واحد من العضيات او الاورجانلز الى وظيفه معينه. هاي تكون وين موجوده؟ موجوده بالسيتوبلازم، فاوند ان ذا سيتوبلازم. مي اور مي نوت بي ميمبرين باوند، ممكن مي او مي نوت، يعني ممكن اي او لا، انه تكون محاطه بغشاء، ميمبرين باوند يعني محاطه بغشاء. فبعض العضيات نشوفها محاطة بغشاء مثلا الميتوكوندريا أو غير عضيات، بعض العضيات الأخرى تكون غير محاطة بغشاء، فحسب نوع الأورجانيل الموجود. هذا الشكل اللي هو الشكل العام لخلية الحيوان، الانيمال سيلز، أوكي، خلايا الحيوان. هاي خلايا الحيوان بيها عضيات تقريبا متشابهة ويا خلايا النبات، لكن بعض العضيات الأخرى ما موجودة بخلايا الحيوان أو ممكن ما موجودة بخلايا النبات، يعني اختلاف بعض العضيات. فبشكل عام خلية الحيوان أو الانيمال سيل هي هالعضيات مالتها، النواة واللي بداخلها ممكن تكون النوية، الميتوكوندريا، الفيزيكلز أو الميتوكوندريا اللي هي بيوت الطاقة، الفيزيكلز، الفجوات اللي موجودة أيضا بداخل الخلية، الجولجي أبريتس، جهاز جولجي، والسيل ممبرين، غشاء الخلية، غشاء الخلية اللي يغطيها أيضا يعتبر أورجانيل، عضية، أوكي. وإندوبلازميك ريتيكيولم، هاي الشبكة الإندوبلازمية. هسه ذني نجي ناخذ وحدة وحدة نفصلهن. فهاي كانت الخاصة أو العضيات الخاصة بخلايا الحيوان. فمثل ما عرفنا احنا بالبارت الاول انه الخلايا او الكائنات الحيه متعدده الخلايا، يكون اهم نوعين منها شنو؟ الانيمالز الحيوانات، والنوع الاخر النباتات. فبعد ما عرفنا خلايا الحيوان او خلينا نقول اخذنا نظره عامه عن خليه الحيوان من يا عضيات دا تتكون او اورجانلز، راح ناخذ خلايا النبات، اوكي، او البلانت سيلز، ونعرف الاورجانلز مالتها او العضيات مالتها من شنو دا تتكون. فخلايا النبات أهم فرق بين خلايا النبات وخلايا الحيوان كعضيات أنه وجود السيل وول أو جدار الخلية، مو مثل بخلايا الحيوان فقط غشاء الخلية موجود أو السيل ممبرين، هذا غشاء الخلية،
ما موجود حول جدار او السيل وول، جدار الخليه، فقط غشاء. اما بخلايا النباتات، خلايا النباتات بها سيل وول، جدار الخليه، وايضا سيل ميمبرين او البلازما ميمبرين اللي نسميه غشاء الخليه او الغشاء البلازمي. فاول عضو، او خلينا نقول اول عضيه موجوده بخلايا النبات ما موجوده بخلايا الحيوان، هي جدار الخليه السيل وول. وايضا مثلا الكلوروبلاست اللي بيها الكلوروفيل المسؤوله عن البناء الضوئي، هاي ايضا موجوده كعضيه بخلايا النبات ما موجوده بخلايا الحيوان. فاذا اكو بعض العضيات ده تختلف بين خلايا الحيوان وخلايا النبات، لكن احنا راح نركز على اليمن بما انه احنا هيومنز او انسان، الصنف مالتنا انسان، فراح نركز على الانيمال سيلز. فناخذ جزء جزء او عضيه عضيه، اورجانل اورجانل، من خلايا الحيوان او الانيمال سيلز. فنبدي باول واحد، او خلينا نقول العضيه الشامله اللي تحوط الخليه وتكون عباره عن حافظ يحفظ الخليه، وخلينا نقول كونتينر او حاوي للخليه، هو السيل ميمبرين، غشاء الخليه، او اللي ايضا نسميه بلازما ميمبرين، الغشاء البلازمي. هذا غشاء الخليه اللي هو هنا عباره، خلينا نقول انه شلون عندك فد برتقاله والقشر مالتها، القشر مالتها ممكن نعتبره الغشاء، والبرتقاله نفسها هي الخليه. فنفس الشيء هنا، الخلايا، الخلايا مغلفه بغشاء او القشر، هو اللي نسميه سيل ميمبرين. هذا اذا نجي نكبره، شوف انه انت دا تشوف هنا طبقه ورديه، لكن هو شنو؟ قابل نفس قشر البرتقال؟ لا. هذا اذا نجي نكبره شويه شويه، او خلينا نقول بالمايكروسكوب نجي نتقرب له اكثر واكثر، نشوف من شنو دا يتكون. اذا كبرناه راح يطلع بهذا الشكل. هذا دا يتكون من شنو؟ دا يتكون من طبقتين، طبقتين من مركبات كيميائيه نسميها فوسفوليبيدز او الدهون المفسفره. شوف طبقتين. فهذا الغشاء، تخيل انه خلينا نقول مثلا غشاء الخليه كانما قشر، اذا اجيت كبرته وشفت تكوينه هو الغشاء من شنو دا يتكون، راح تشوف هو عباره عن طبقتين من الدهون المفسفره. دبل لاير، طبقه مزدوجه، او معناها طبقتين من الفوسفوليبيدز او الدهون المفسفره. هاي الدهون المفسفره اذا تشوفها طبقتين، اكو خلالها يتخللها او تتخللها بعض المركبات اللي تكون عباره عن بروتينات. اوكي؟ فاذا غشاء الخليه كومبوزد، يتكون من طبقه مزدوجه دبل لاير، او طبقتين معناها، من الفوسفوليبيدز الدهون المفسفره، وايضا بروتينات، بروتينز. بين هاي الدهون المفسفره راح تكون موجوده هاي المركبات اللي بالاحمر او بالوردي، ما ادري شلون هذا، انتم تعرفون بالالوان اكيد، بالذات البنات يعرفون بالالوان اكثر. المهم، فهاي هي البروتينات. زين، هذا غشاء الخليه الوظيفه مالته شنو؟ اهم شيء انه surrounds outside of all cells، راح يحوط surrounds all cells، كل الخلايا. زين، فيعني الخليه تحوط بغشاء السيل ميمبرين او البلازما ميمبرينز. هاي اول وظيفه له. ثاني وظيفه له شنو؟ controls what in, controls، يتحكم ب وات انترز، الشيء اللي دا يدخل او المركبات اللي دا تدخل او دا تخرج، ليفز ذا سيل، دا تدخل بالخليه او دا تخرج، لان الخليه خلينا نقول هي عباره عن مركب حي صغير، ايضا يحتاج يدخل مواد او تدخل مواد بداخل الخليه، تخرج مواد حتى تتغذى الخليه. من صفات الكائنات الحيه انه تتغذى وتسوي عمليات ايضيه وعمليات حيويه. فشنو؟ إذا تحتاج أنه بعض المواد تدخل لها، بعض المواد تخرج منها. فمنو اللي يتحكم بدخول وخروج هالمواد؟ هو السيل ميمبرين. أوكي؟ زين، هاي ثاني وظيفة. فإحنا كل عضية أو كل أورجانيل نجي لازم نعرف كنظرة عامة عن تركيبها، ونعرف أيضا نظرة عامة عن الوظيفة مالتها، أو الفانكشن ستراكتشر، التركيب والفانكشن، الوظيفة. هيج هاي خلي لان انا مثل ما قلت لكم لازم تكون قرايتكم موجهه بالاتجاه الصحيح. انت من تجي تقرا هذا البلازما ميمبرين، شو تريد تعرف منه؟ لازم تعرف التركيب، عرفت التركيب، ولازم تعرف الوظيفه. فهيج خلي نقول هيج رتب المعلومات،
رتب المعلومات بطريقه ايضا مثل ما اخذناها شلون الكائنات الحيه منظمه اورجنايزد بمستويات تنظيم، هنا هم نفس الشيء، معلوماتك رتبها بطريقه منظمه. هنا هذا الجزء اللي هو السيل ممبرين اخذ بيه عده فقرات، اولا فقره التركيب او الستراكشر، من شنو بده يتركب؟ دبل لاير اوف فوسفوليبيد اند بروتينز. ثانيا فقره الوظيفه، شنو وظيفته؟ هي هالنقطتين. ثالث شيء شنو ايضا من خصائصه خاصيه اخرى؟ انه ليفنج لاير، طبقه حيه. خاصيه السيل ممبرين انه هو يكون طبقه حيه او جزء حي بالخليه، يعني ايضا له فعاليات حيويه ويحتاج طاقه وهو ده يسيطر على دخول وخروج المواد. اوكي؟ فيعتبر ليفنج حي. هاي من خصائصه، فشوف شلون رتبنا المعلومات صارت بطريقه مرتبه وطريقه واضحه. مو هيك بس نجي نقراها خلينا نقول كومبوزد اوف دبل لاير وما ادري شنو سراوند اوت سايد ذا سيلز، ما دا اعرف انا ايش دا اقرا، حتى لو اترجم اوكي ترجمت بس شنو هاي ما دا اعرف شقرا، ما دا اعرف شنو السؤال اللي يجي عليها، ما دا اعرف من شنو عن شنو دا تحكي هالمعلومات حتى لو مترجمه. فانت من تجي رتب المعلومات مثل ما دا انا اقول لك اوكي، حتى ان شاء الله بالامتحانات تجي هي الاسئله مرتبه، تريد منك معلومات مرتبه سواء ام سي كيو او السي او يعني كتابه، ده يريد منك معلومات مرتبه، فانت هيش تقرا وبنفس الوقت هيش راح تجاوب بهالطريقه. اوكي، فهاي هي طريقتنا الموجهه اللي قلنا عليها ببدايه او بدايه المحاضره الاولى او بدايه البارت الاول. زين، هذا السيل ممبرين قلنا ده يتكون من الفوسفوليبيدز، فهاي خلي نجي قبل لا نروح لعضيه اخرى، خلي نعرف شنو هي هالفوسفوليبيدز. هالفوسفوليبيدز تاخذوها بالبايوكيمستري بشكل مفصل اكثر او بالكيمياء الحياتيه، ماده الكيمياء، لكن هنا نظره عامه خلي نعرف شنو هي بشكل عام بما انه عرفنا انه السيل ممبرين ده يتكون من فوسفوليبيد. فالفوسفوليبيدز او الدهون المفسفره هي عباره عن نوع من الدهون، كلاس صنف او نوع من الليبيدز او الدهون. من شنو ده تتكون؟ consist of، تتكون من جزئين. هذا اذا تكبره، احنا قلنا السيل ممبرين اللي هو هذا اذا كبرناه راح نشوف متكون من طبقتين. هنا يعني هذا الجزء مثلا كبرناه شفناه طبقتين، كل هالطبقتين تحوط الخليه. شفنا الطبقتين مالته، نكبر هالطبقتين ناخذ جزء جزء منها، راح نشوف متكونه هي من فوسفوليبيدز وبروتينات. الفوسفوليبيد اجينا كبرناها، شوف هاي راح تتكون من جزئين، الجزء هذا الطوب الجو هنا الفوق اللي للخارج صاير او اللي خارج على طرفي السيل ممبرين، هذا اللي نسميه الهيد او الراس. والجزء هنا هل خلينا نقول الخيطين او الرجلين من 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 اسمها الرجلين اللي موجوده مرتبطه بالراس بالهيد، هاي راح نسميها تيلز الذيول. فالفوسفوليبيدز ده تتكون من هيدز اند تيلز. الهيد كيميائيا من شنو ده يتكون؟ ده يتكون من ماده كيميائيه نسميها جليسيرول، ده يحتوي على جليسيرول، هاي ماده كيميائيه شلون كربوهيدرات ودهون وبروتينات وهكذا، نوع من المواد الكيميائيه نسميه جليسيرول، وده يحتوي شنو ايضا؟ على فوسفات، مجموعه فوسفات. ومن خصائصه شنو؟ ار هايدروفيليك، محب للماء او اتراكت ووتر، يعني ينجذب ويا المي. ف قلنا بعض المواد كيميائيا هاي تاخذوها بالبايوكيمستري تكون هايدروفيليك او محبه للماء، اتراكت ووتر، تنجذب للمي للماء او للمحاليل المائيه، قطبيه نسميها ايضا. بعض المواد الاخرى تكون هايدروفوبيك، كارهه للماء، تكره الماء يعني ما تنجذب للماء بالعكس. فالجليسيرول كيميائيا راح يكون هايدروفيليك، او الهيد مال فوسفوليبيد يكون هايدروفيليك. اما الجزء الثاني اللي هي التيلز الذيول، هاي من شنو ده تتكون؟ ده تتكون من سلاسل من الاحماض الدهنيه الفاتي اسيدز، ايضا نوع من المواد الكيميائيه هم تاخذوه بالبايوكيمستري. هاي الفاتي اسيد الوحدات الاساسيه لبناء الدهون بجسمنا نسميها احماض دهنيه فاتي اسيدز. هاي التيلز مال فوسفوليبيد هي عباره عن فاتي اسيدز، فالتيلز are made of، مصنوعة من الفاتي أسيد اللي من خصائصها شنو؟ أنه تكون هايدروفوبيك، repel water، تتنافر أو تنفر الماء، كارهة للماء. فإذا الفوسفوليبيد من شنو ده تتكون؟
هيدز اند تيلز. الهيدز تكون هايدرو، يعني الهيدز ده تتكون من جليسرول وفوسفات، والتيلز ده تتكون من فاتي اسيدز. هاي التركيب مالتها، عرفنا شلون انه نوجه المعلومات مالتنا. زين، هذا التركيب عرفناه. الفقره الثانيه شنو؟ الخصائص. خلينا نقول ماكو هنا وظيفته هي نفس، هي وظائف البلازما ميمبري. خصائص هالفوسفوليبيد شنو؟ الهيدز تكون هايدروفيليك، التيلز تكون هايدروفوبيك، محبه للماء هايدروفيليك وكارهه للماء هايدروفوبيك. فهو هذا السيل ميمبرين. اوكي، هذا اذا نجي نشوفه نكبره راح نشوف هاي الفوسفوليبيدز، طبقتين الفوسفوليبيدز، كل وحده كل طبقه ده تتكون من هيدز رؤوس وذيول تيلز. شوف، وهذه الطبقه نفس الشيء. هاي هي الفوسفوليبيدز وعرفنا خصائصها. وايضا البلازما ميمبرين شنو ده يتكون؟ مو بس فوسفوليبيدز، ده يتكون من بروتينات. هاي اللي هي البروتينات اللي تكون او تتخلل طبقه الفوسفوليبيدز وموجوده بداخلها على السيل ميمبرين. من خصائص السيل ميمبرين انه يكون مو كلش صلب، مو مثل جدار الخليه هسه راح نجي ناخذه، لا، هذه تكون شويه بي ميوعه او خلينا نقول سيوله. فالسيل ميمبرين از فلويد، يكون سائل او شبه سائل، يعني مو كلش قوي. شلون؟ خلينا نقول قشر القشر صفا، او خلينا نقول الغشاء الموجود وين؟ على صفار البيض، او الغشاء الموجود اللي يحوط البياض مال البيض. تشوف هذا اذا بالذات شو اسمه، يعني هذا اذا تفتحه راح تشوف غشاء تقريبا هو سائل، مو كلش صلب، مو صلب، تقريبا سائل. نفس الشيء السيل ميمبرين. فجزيئات او المولكيولز ان سيل ميمبرين، جزيئات السيل ميمبرين ار كونستانتلي موفينج، دائما تتحرك. شلون البيضه من تخليها دائما تتحرك ما مستقره، فكانما صار السيل ميمبرين على شكل فلويد او سائل. وايضا موفينج تتحرك، اند تشينجينج تتغير دائما، فلهذا قلنا عليه تقريبا فلويد او سائل، كونستانتلي بشكل ثابت تتحرك وتتغير. زين، هاي اخذنا الفوسفوليبيدز او اول جزء من السيل ميمبرين. هسه نجي للبروتينز. سيل ميمبرين بروتينز او البروتينات الموجوده بالسيل ميمبرين ايضا راح نعرف شنو انواعها وشنو وظيفتها. اول شيء الوظيفه مالتها بروتينز هيلب موف لارج مولكيولز، تساعد في تحريك موف لارج مولكيولز الجزيئات الكبيره. اور ايد ان سيل ريكوجنيشن، او ممكن تساعد ايد ان سيل ريكوجنيشن شو اسمه، يعني ترميز الخليه او معرفه الخليه، تمييز هالخليه. فكل خليه بيها بروتينات معينه، هالبروتينات تكون على شكل معين خاص بالخليه. فمن تجي غير خلايا خلينا نقول، او من تجي غير مواد تقول هالخليه انت فلان خليه، ليش؟ حسب البروتينات مالتها. بعض المواد تميز الخلايا حسب البروتينات مالتها، قالت لها انت يابا خليه من فلان عشيره، انت خليه من فلان عشيره، ميزتها. شلون؟ بواسطه البروتينات مالتها. فهاي اول وظيفه. ثاني وظيفه اللي قلنا عليها واللي بالبدايه، تساعد في مرور بعض المواد الكبيره خارج وداخل الخليه. احنا مثل ما قلنا وظائف السيل ميمبرين انه ينظم دخول وخروج بعض المواد، فاكو بعض المواد كلش كبيره صعبه انه تدخل بالسيل ميمبرين، فمن اللي يساعدها؟ اللي يساعدها البروتينات في دخول وخروج الخليه. اوكي، هاي تكون نوعين. انواع بروتينات بيرفرال طرفيه، هاي تكون من اسم هذا الغشاء السيل ميمبرين. البروتينات الطرفيه تكون تقريبا خارج الغشاء او داخل الغشاء، يعني على اطراف الغشاء الخليه السيل ميمبرين. شوف هاي اللي بالاحمر، انر بالداخل هنا، او اوتر اور اوتر بالخارج، هاي اللي نسميها الطرفيه، البروتينات الطرفيه بيرفرال بروتينز ار اتاشد، تكون متصله اون ذا سيرفيس على السطح، سواء بالخارج او بالداخل، مو بداخل يعني مو طابه بالسيل ميمبرين بطبقه الفوسفوليبيدز، لا، متصله على خارج طبقه الفوسفوليبيدز او داخله، المهم على السطح مالتها. وهاي نسميها بيرفرال بروتينز. واللخ النوع الثاني انتجرال بروتينز، هاي وين تكون؟ او البروتينات المكمله خلينا نقول، او التكامليه، يعني بدها تكمل الفوسفوليبيدز يعني بداخلها بنصها. ار امبيدد، تكون محفوره بداخل او كومبليتلي بشكل كامل خلال او بداخل السيل ميمبرين، ثرو ذا ميمبرين، بداخل غشاء الخليه. هاي اللي هي بالاسود نسميها انتجرال بروتين،
اما اللي بالاحمر بيريفرال بروتينز. فاذا اللي عرفناه من السيل بروتين شنو هي؟ وظائفها اثنين وانواعها اللي هي اثنين ومواقع كل نوع، موقع كل نوع. وعرفنا انه هالبروتينات هي جزء من السيل ميمبرين، هي والفوسفوليبيدز وكل المعلومات خلينا نقول اخذنا عنهن الخاصه. زين، اكو شغله ثالثه ايضا موجوده بالسيل ميمبرين اللي هي شنو؟ اللي هي الجلايكوبروتينز. هاي الجلايكوبروتينز هي خلينا نقول يعني هي متصله نعتبرها ويا البروتينات، مو شغله ثالثه واحده، لا جزء من البروتينات. الجلايكوبروتينز من اسمها بروتينز، هاي بروتينات. جلايكو هاي جايه من كربوهيدرات، شلون جلايكوجين او جلوكوز وهكذا، هاي جايه من كربوهيدرات. فمعناها الجلايكوبروتينز هي عباره عن ذيول من الكربوهيدرات، تيلز، كربوهيدرات تيلز. هاي تكون متصله بالبروتينات فنسمي هذا الجزء كله جلايكوبروتين. تو اكت از، حتى تشتغل كماركر او كفد شيء خلينا نقول علامه مميزه فور سيل ريكوجنيشن، لتمييز الخلايا. احنا مثل ما قلنا البروتينات هي اللي تساعد ايد ان سيل ريكوجنيشن. شلون تساعد؟ بواسطه احتوائها بعض البروتينات تحتوي على ذيول كربوهيدراتيه او كربوهيدرات تيلز. هاي هي اللي تساعدنا في او تشتغل كماركر كعلامه لتمييز الخليه. اوكي؟ هي هاي الجلايكوبروتينز. زين، هذا اول عضو خلصناه اللي هو السيل ميمبرين. نجي هسه للعضو الثاني اللي هو السيل وول، جدار الخليه وليس غشاء الخليه. هذا جدار الخليه اللي هو السيل وول مو مثل السيل ميمبرين، هنا يكون نون ليفينج، طبقه غير حيه، نون ليفينج لاير. مو مثل السيل ميمبرين كان ليفينج لاير، طبقه حيه، هذا من خصائصه انه طبقه غير حيه. فاوند ان فانجاي، موجود وين؟ مو بخلايا الحيوانيه، لا موجود بالفطريات الفانجاي وموجود بالبكتيريا. زين، من شنو دا يتكون هسه غشاء السيل ميمبرين؟ دا يتكون قلنا من فوسفوليبيد وبروتينات، وبعض البروتينات تكون على شكل جلايكوبروتينز او بروتينات متصله بكربوهيدرات. هذا السيل وول من شنو دا يتكون؟ دا يتكون من مواد كيميائيه نسميها بيبتيدوغلايكان، هاي بالبكتيريا. اما مواد كيميائيه اخرى نسميها كايتين، هاي بالفانجاي. اوكي، او بالفطريات، بالفطر والى اخره، الخميره وكل والى اخره من انواع الفطريات الفانجاي. فاذا تركيبه حسب نوع الكائن الحي. فاحنا هسه عرفنا شنو؟ انه من دنقرا بطريقه موجهه ومرتبه. كل جزء او كل اورجانيل دنرتبه او نرتب المعلومات اللي دا ناخذها الخاصه بالاورجانيل او بالعضيه كل وحده واخرى. اول شيء ناخذ شنو الستركتشر او التركيب مالته، وبعدين ممكن ناخذ بعض الخصائص، هذا حي هذا غير حي، هذا من شنو دا يتكون والى اخره، وناخذ شنو الوظيفه ايضا مالته. فالسيل وول هو اكيد وظيفته هي حمايه الخليه. الكايتين شنو هذا الموجود بالفانجاي او اللي يكون جدار الخليه، سيل وول مال الفانجاي، along chain polymer، سلسلة متعددة من الأسيتال جلوكوزامين، من مادة أيضا اسمها، يعني مجرد عرفوا الأسماء مو اللي تعرفوها، مادة كيميائية اسمها N أسيتال جلوكوزامين، معناها جلوكوز ويا مجموعة أمين أو مجموعة نيتروجين ويا مجموعة أسيتال أو مجموعة كربون. يعني هي ذرات متصلة بيناتنا أو عدة مجموعات من الذرات تكون هاي المادة الكيميائية N أسيتال جلوكوزامين. إذا جبنا سلسلة من هالمواد سويناها على شكل سلسلة راح يتكون الكايتين. زين، هذا الان اسيتال جلوكوزامين هو مشتق قلنا من الجلوكوز، ديريفاتيف، مش أحد مشتقات الجلوكوز، سكر الجلوكوز. It is a primary component، هذا الكايتين هو يعتبر جزء أساسي من جدار الخلية السيل وول بخلايا الفانجاي أو خلايا الفطريات. اوكي، فهسه عرفنا شنو هو السيل وول، وعرفنا انه يتكون بالبكتيريا من بيبتيدوغلايكان، بالفانجايد يتكون من كايتين، وعرفنا شنو هو الكايتين. سلسله متعدده من الان اسيتال جلوكوزامين اللي هو الان اسيتال جلوكوزامين احد مشتقات الجلوكوز. اوكي، فاخذنا السيل وول كتركيب. هسه نجي الوظيفه مالته شنو؟ الفانكشنز، الوظائف مالته جدار الخليه
اول شيء سبورت دعم وحمايه بروتكت سيلز، يحمي يعني كدعم وحمايه الخلايا. ووين يكون موجود؟ فاوند اوتسايد، موجود فاوند اوتسايد بالجهه الخارجيه من السيل ميمبرين او من غشاء الخليه، يعني هو يحوط غشاء الخليه. فالخليه مكوناتها بعدين يجي غشاء الخليه يحوطها كلها، بعدين شنو؟ يجي السيل وول في حال كان موجود السيل وول. زين هسه اخذنا ذني العضيتين، نجي لثالث عضيه او ثالث اورجانل اللي هو السيتوبلازم. سيتوبلازم الخلايا اللي هو عباره عن الماده الهلاميه الموجوده بالخلايا التي تحتوي على الاعضاء الاخرى او العضيات الاخرى. يعني خلينا نقول شلون فد وسط، فد محتوي لبقيه العضيات. اوكي، جيلي لايك سبستانسز، ماده تكون هلاميه او جيلاتينيه انكلوزد، تكون محاطه بواسطه السيل ميمبرين، بواسطه غشاء الخليه. Provides a medium، راح توفر وسط شنو؟ للتفاعلات الكيميائيه chemical reactions اللي دا تصير بالخليه، تيك بليس دا تصير يعني بداخل الخليه. فانت شلون عندك خلينا نقول فد مسبح او فد بركه، يعني مي مسبح، اللي دا يحوط هذا المسبح هو غشاء الخليه. المي هذا اللي بداخله شنو؟ هو السيتوبلازم. والاغراض خلينا نقول او الالعاب او المركبات او اي شيء موجود بهذا المي هو العضيات. فالمي هذا المحتوي اللي هو ده يحتوي على كل اجزاء الخليه وكل عضيات الخليه، وده يخلي التفاعلات الكيميائيه مال الخليه ده تصير بداخله، هو هذا السيتوبلازم. فاذا كوظيفه له او كستراكشر هو يعتبر جيلي لايك سبستانس كتركيب. كوظيفة إلى شنو؟ provides a medium، راح يوفر وسط للتفاعلات الكيميائية. وأيضا الوظيفة الثانية شنو؟ contains organelles اللي قلنا عليها، أنه ده يحتوي على العضيات. to carry out اللي هي حتى تحمل كل واحدة منهن خصائص معينة أو وظائف معينة specific jobs. هذا السيتوبلازم أيضا موجود بكل الخلايا found in all cells. زين هسه عرفنا السيتوبلازم شنو هو او ذني الاعضاء الثلاثه حكينا عليه، سيتوبلازم وسيل ميمبرين وسيل وول. نجي العضو اخر اللي هو عضو كلش مهم، النيوكليوس او عضو التحكم او عضيه التحكم. هي عضيات نسميها مو اعضاء، لان الاعضاء اكبر من الخلايا، لا العضيات اللي هي اجزاء الخلايا اورجانيل. فهاي تكون الاورجانيل او العضيه الخاصه بالتحكم كنترول. فمن اسمها عضية التحكم او اللي هي هاي، احنا عندنا هذا السيل ميمبرين الغشاء اللي هذا المي الموجود بداخله، او خلينا نقول مو المي، الماده الموجوده بداخله اللي دا تحتوي على العضيات هي اللي نسميها سيتوبلازم. شوف بين العضيات، هاي العضيه الكبيره اللي دا تشوفها اللي كلش مهمه اللي تكون بالمركز، هاي شو نسميها؟ نسميها النواه نيوكليوس. فمن اسمها عضية التحكم معناها شنو؟ معناها وظيفتها أنه to control، لتحكم النورمال activities، الفعاليات الطبيعية اللي دا تصير بالخلية of the cell. activities يعني الفعاليات أو الوظائف اللي بداخل الخلية، منو اللي يتحكم بيها وينظمها؟ هي النيوكليوس. فشوف هي هاي النيوكليوس اللي هنا، لهذا صارت بالمركز كأنما هي المركز. فهاي أيضا وظيفة أخرى شنو إلها؟ أنه contains، راح تحتوي على الـ DNA، المادة الجينية مع الخلايا، المادة الجينية مالتنا. هاي شلون تحتوي على الـ DNA؟ ترتبة على شكل كروموسومات، in chromosomes، تحتوي على الـ DNA بالكروموسومات. زين شنو اللي حوطها؟ هاي تكون محاطة bounded by nuclear envelope، بغلاف النواة أو اللي ممكن نسميه غشاء النواة، النيوكليير ميمبرين، غشاء النواة أو النيوكليير انفلوب. هذا النيوكليير انفلوب الغشاء بفتحات اللي هي بورز، هاي الفتحات حتى أيضا تدخل وتخرج منها المواد إلى داخل النواة وإلى خارج النواة إلى السيتوبلازم. يعني من داخل النواة إلى السيتوبلازم أو من السيتوبلازم إلى داخل النواة، هاي هي وظائف البورز. يوجولي غالبا أو أحيانا the largest organelle، أكبر organelle أو أكبر عضية تكون هي النيوكليوس. Each cell، كل خلية has fixed number، إلها عدد ثابت fixed number من الكروموسومات
اللي دا تحمل الجينات، ذات كاري دا تحمل الجينات جينز. فهذه الكروموسومات هي دا تحمل الدي ان اي، الدي ان اي هو عباره عن الجينات مالتنا. فكل خليه او كل نوع من الخليه، كل نوع من الكائنات من الكائنات الحيه الى عدد كروموسومات معين ثابت. فمثلا خلايا الانسان لها عدد كروموسومات 46 43 زوج او 46 فرد. شنو وظائف هالجينات الموجوده بالدي ان اي بالكروموسومات اللي هي وين موجوده بالتالي بيا عضيه بالنيوكليوس؟ وظائفها انه تتحكم بصفات الخليه، جينز الجينات كنترول، تتحكم بالسيل كاركترستكس، خصائص الخليه، ومو بس خصائص الخليه، خصائص جسمنا كله. كله هي جسمنا كله الخصائص مالته، هذا لون خلينا نقول جسمه ابيض، هذا اسود، لون عيونه ابي ماكو ابيض، لون عيونه زرق، وهذا لون عيونه سود، هذا لون شعره اصفر، هذا لون شعره اسود، هكذا. هاي الخصائص كلها من يتحكم بيها؟ تتحكم بيها الجينات. فوظائفها انه تتحكم بخصائص الخليه وخصائص الكائن الحي، سيل كاركترستكس. فبشكل عام عرفنا شنو هي النيوكليوس، وين موجوده بالوسط، تكون اكبر عضو عاده، تكون اكبر عضو محاطه بغشاء نسميه نيوكلير انفلوب، غشاء الخليه، او يعني نيوكلير ممبرين، غشاء الخليه او غلاف الخليه، نيوكلير انفلوب، اللي تكون او اللي يكون يحتوي على ثقوب بورس او فتحات. اوكي، هي وظيفتها شنو؟ انه تتحكم بفعاليه الخليه، النورمال اكتيفيتيز، كنترول الفعاليات الطبيعيه، النورمال اكتيفيتيز، وايضا تحتوي على الجينات، تحتوي على الدي ان اي اللي دي يحتوي على الجينات. هاي هي وظائفها، تتحكم وتحتوي على الدي ان اي وايضا تحتوي على الجينات اللي هي نفسها يعني بالدي ان اي. زين، فكنيوكلير انفلوب او غلاف الخليه هو ايضا عباره عن غلاف ثنائي، دبل ممبرين او غشاء ثنائي الطبقات، هذا راح يحوط النيوكليوس، سراوندينج نيوكليوس، او يحوط النواه. ممكن ايضا نسميه هو اما غشاء او غلاف، غلاف نيوكلير انفلوب او نسميه غشاء النواه، نيوكلير ممبرين، also called nuclear membrane. فالسيل ممبرين ذاك غشاء الخليه اللي يحوط الخليه كلها، الخليه بداخلها اكو نواه، ايضا اكو غشاء يحوطها نسميه غلاف او غشاء النواه نفسها، مو غشاء الخليه. اوكي، انتبه. فهذا الغلاف او الغشاء ده يحتوي على نيوكلير بورز، ثقوب بالغشاء، ثقوب نوويه نسميها، ثقوب غشاء النواه، contains a nuclear pores، يحتوي على هذه الثقوب. هاي هذا الغرض منها، الثقوب هي حتى تخلي انه الماتيريالز، تخلي المواد to enter، ان تدخل وتخرج، leave the nucleus، تدخل وتخرج من النيوكليوس. فهاي النيوكليوس اذا كبرناها راح نشوف بيها ثقوب. فهاي مو خليه، لا تتوهم، واللي بداخلها هنا مو هي النيوكليوس، لا، هاي النيوكليوس النواه اللي بداخلها نويه، نيوكليولس. فهاي النيوكليوس اللي هي هنا شفنا الغلاف مالتها اللي اذا انكبره نشوفه ايضا متكون من طبقتين ويحتوي على شو اسمه النواه. هاي غلاف النواه ده يحتوي على شو اسمه البورز، النيوكليير بورز. فهاي النيوكليوس اللي هي النواه ده تحتوي على الثقوب بالغشاء. هذه ايضا تكون شنو؟ متصله، كونكتد، هاي الثقوب متصله بالرف اندوبلازميك ريتيكولم او الشبكه الاندوبلازميه الخشنه، رف، هسه اللي نجي عليها. اوكي، هي هاي الثقوب متصله بيها. فبداخل الخليه، بداخل النواه ايش راح نلقي؟ انسايد ذا نيوكليوس، بداخل النواه ذا جينيتيك ماتيريال، راح نلقي الماده الجينيه اللي هي على شكل دي ان اي، الماده الجينيه از فاوند. هذا الدي ان اي اذا نشوفه اللي هو الشريط المزدوج، هذا راح يلتف حول نفسه، خلينا نقول شلون خيط وده نلفه حول بكره. فهذا الدي ان اي اللي هو يحتوي على الماده الجينيه راح يلتف يلتف ويتكون، يكون لنا الكروموسومات. هاي الكروموسومات هي الموجوده انسايد بداخل النواه، انسايد ذا نيوكليوس. اوكي، شنو وظيفه هذا الدي ان اي اللي ده يحوي على الجينيتك ماتيريال؟ اوكي، وظيفته، وات دوز ذا دي ان اي دو، شنو وظيفته او ايش راح يسوي؟ الدي ان اي هو الماده الوراثيه، هيريديتري ماتيريال، الماده الوراثيه للخليه ان ذا سيل.
فشنو معناها؟ المادة الوراثية دي يحملها على شكل جينات، جينز، الجينات ذات ميك اب ذا دي ان اي، اللي هي راح تكون الدي ان اي او تكون جزء من الدي ان اي. الدي ان اي دي يتكون من الجينات، فميك اب ذا دي ان اي مولكيول ده تكون جزيئه الدي ان اي، كود فور ديفرنت بروتينز، راح تكون هي عباره عن كود او تكون مسؤوله لتكوين عده بروتينات، ديفرنت بروتينز. فهي هاي وظيفه الدي ان اي اللي راح يكون موجود على شكل شنو؟ على شكل كروموسوم. فالجينات المسؤوله عن البروتينات تكون موجوده بالدي ان اي، شريط الدي ان اي هذا ناخذه بعدين مستقبلا بالمحاضرات الجايه. هذا الدي ان اي يلتف يكون موجود وين؟ يكون موجود بالكروموسوم. الكروموسومات تكون موجوده بالخلايا. فالدي ان اي سبريد اوت، يكون موزع اند ابير از، ويظهر على شكل ماده، خلينا نقول خيوط مخربطه هيك اللي نسميها كروماتين. هاي وين تكون موجوده؟ تكون موجوده بالخلايا اللي مدى تنقسم، نون ديفايدنج سيلز. لكن الخلايا اللي دا تنقسم واللي راح تنقسم ويصير بها انقسام، الدي ان اي مالتها شلون يكون موجود؟ كوندنسد، يتركز ويتكثف على شكل اند رابت، يلتم اراوند بروتينز، يلتم حول بروتينات. فراح شي يشكل فورمينج، يشكل كروموسومز ان ديفايدنج سيل، يشكل كروموسومات بالخلايا اللي دا تنقسم. فالكروموسومات الدي ان اي من يلتف قلنا حول بكره، كانما بكره والتف حولها وكون الكروموسوم. البكره من هي؟ البروتينات. يجي الدي ان اي، خيوط الدي ان اي تلتف حولها بشكل معين، كونت هذا الكروموسوم. هاي وين دا تصير؟ بالخلايا اللي دا تنقسم، ديفايدنج سيلز. اما الخلايا اللي ما دا تنقسم، راح يكون الدي ان اي موجود بيها بشكل حر، خلينا نسميه، او على شكل خيوط هيج موزع. هنا خيوط مخربطه. هاي هي اللي نسميها كروماتين. هذا كروموسوم المرتب والمخربط اللي نسميه كروماتين. هاي كلها بداخل النواة، inside the nucleus، النواة بداخل النواة اللي هي بداخل الخلية. أوكي؟ زين، هسا نجي العضية أخرى اللي هي بداخل النواة نفسها أو تعتبر جزء من النواة، اللي هي النوية، النيوكليولس، inside the nucleus، بداخل النواة. cell الخلايا ممكن تحتوي 1 to 3، واحدة إلى ثلاث النيوكليولس، يعني اكثر من النيوكليولس واحده اللي نسميها نيوكليولاي، جمع النيوكليولس، ممكن واحده الى ثلاثه موجوده بالنواه. This appears، هاي النيوكليولس راح تختفي من الخليه تبدي تنقسم، وين شل؟ عندما الخليه تبدي تنقسم. اذا هاي خصائصها، فعرفنا شنو هي، موجوده وين؟ موجوده بداخل النواه. خصائصها، من ضمن خصائصها انه تختفي من الخليه تنقسم. زين، شنو وظيفتها؟ makes ribosomes، راح تصنع الرايبوسومات اللي ذات ميك بروتينز، الرايبوسومات اللي تطلع خارج النواه وتروح تصنع البروتينات بالسيتوبلازم. فهل الرايبوسومات منو اللي يصنعها؟ يصنعها النيوكليولس. فعرفنا وظيفه النيوكليولس. فاحنا شوفوا كل جزء ده ناخذه لازم نرتب المعلومات بعقلنا، انه نجي نفصل هذا الجزء حتى يصير تصير اسهل لنا بالقرايه. ياب هاي النيوكليولس ده تتكون من هيج، بيها خاصيه، خاصيتين معينه اللي هي بداخل النواه وتختفي بانقسام الخلايا، هاي خاصيتين. زين، وظيفتها شنو؟ وظيفتها تكوين الرايبوسومات. فهكذا اريدكم هيج تقرون، تتوجهون حتى القرايه تكون كلش اسهل، وتاخذون وقت اقل بالقرايه ووقت اقل بالحفظ من رتبتوا المعلومات. مو ما شفتوا مثل الكروماتين هنا مخربط، هذا اذا تجي تقراه تشوفه مخربط، ناس طب بناس. اريدكم شلون تكونون؟ تكونون مثل الكروموسوم، الدي ان اي بي مرتب. شلون ملتف حول البكرات ومرتب؟ شلون البكره الخيط بها يكون مرتب ملفوف؟ هيك اريدكم تكونون مرتبين بالقرايه ومتوجهين، خلينا نقول تفصلون المعلومات وتقسموها الى اكثر من فقره، اكثر من جزء، كل فقره بها معلومه معينه حتى تحفظوها اسرع. مو هيك مثل الكروماتين، اوكي؟ اريدكم مثل الكروموسوم. زين، هسه خلص النيوكليولاس. عضو اخر كلش مهم، او عضيه اخرى، اورجانيل، ميزوا بين العضو والعضيه، اللي بداخل الخلايا نسميه اورجانيل، عضيه. هذا هيكل الخليه، سايتوسكيلتون. هذا شنو وظيفته؟ من اسمه هيكل، راح يحافظ، هيلبس، يساعد على السيل مينتين، يساعد الخلايا في الحفاظ على شكلها، مينتين سيل شيب، حفاظ شكل الخليه، سيل شيب.
هذا هو يساعد الخلية أنه تحافظ على شكلها. وأيضا شنو؟ help move organelles، يساعد في حركة العضيات حوله. يعني شلون؟ شوف هنا هذا السيتوسكيليتون هو اللي يساعد بحركة العضيات، وهو أيضا يساعد في الحفاظ على شكل الخلية. شنو تكوينه؟ التركيب مالته مصنوع من بروتينز، من بروتينات، made of proteins. أوكي؟ فشوف هو هذا كأنما أنت شلون، خلينا نقول من نريد نبني فد شغلة، شنو نخلي؟ نخلي الحديد اللي هو الأساس، وبعدين نخلي فوقه الإسمنت. ليش؟ حتى الحديد هو اللي يشتغل مثل الهيكل، يصير قوي، تصير خلينا نقول يصير الجزء اللي بنيناه او اللي ركبناه قوي. هاي بالبناء يعني المهندسين هيك يسوون، اوكي، او اهل البناء يعني. زين، نفس الشيء الخلايا تكون بيها خلينا نقول مثل الحديد، الانابيب او انابيب الحديد يعني، هاي هي اللي راح نسميها او اللي راح تشتغل ك هيكل للخلية، وراء حتى يجي بداخل السيتوبلازم حتى هي تحافظ على قوة السيتوبلازم أو شكل السيتوبلازم، وبالتالي شكل الخلية ما يتخربط. زين، الوظيفة الثانية إلى شنو؟ أنه تشلب بي الأورجانلز تلزمه وتنتقل من جهة لجهة معينة. شوف هاي الميتوكوندريا مثلا لزمته وانتقلت، أو تلزم هذا وأيضا تنتقل. هذا يكون نوعين، نوع نسميه أكتين، أو خلينا نقول نوع متكون من أكتين ونوع متكون من تيوبولين. هاي هي أيضا بروتينات، لأن هو هيكل الخلية مصنوع من بروتينات، فبروتين بتركيب معين كيميائي معين نسميه أكتين، وبروتين بتركيب كيميائي معين نسميه تيوبولين. هذا الأكتين أول واحد، أول بروتين، يشكل خيوط، خيوط مجهرية أو خيوط يعني كلش رفيعة، فلهذا الأكتين يكون على شكل مايكروفيلامنتس، خيوط مجهرية. أما التيوبولين من اسمه جاي من تيوبز، من أنابيب، فهذا دا يشكل أنابيب مجهرية، مايكرو تيوبولز. فشوف هذا الرفيع كأنما خيوط، هذا أو هاي الخيوط متكونة من أكتين، وهاي الأنابيب متكونة من تيوبولين. فيكون هيكل الخلية أو جزء هيكل الخلية متكون من نوعين، أو نوع نسميه مايكروفيلامنتس خيوط مجهرية، ونوع نسميه مايكروتيوبولز أنابيب مجهرية. المايكروفيلامنتس ار ثريد لايك، تكون بشكل خيوط ومصنوعة من وين؟ مصنوع من شنو؟ ميد اوف اكتين، مصنوعة من الاكتين هالخيوط. اما المايكروتيوبولز تكون تيوب لايك، على شكل تيوبز، على شكل انابيب، مصنوعة من شنو؟ ميد اوف تيوبولين. فهيج قسم المعلومات، هاي من شنو تتكون؟ هاي من شنو بدها تتكون؟ شلون شكلها؟ خيوط. شلون شكلها؟ تيوبز، انابيب، وهكذا. هاي هي اللي تكون نوعين من السيتوسكيليتون، او جزئين السيتوسكيليتون. اوكي؟ فالاكتين والتيوبيولين شنو هم؟ الاكتين هو عباره عن عائله، خلينا نقول، او فاميلي، نوع من البروتينات اللي تكون جلوبيولار، بروتينات كرويه وايضا لها وظائف عده، مالتي فانكشنال. هذا الاكتين هو بروتينات ذات عدة وظائف تكون كروية، ذات فورمز، اللي راح تشكل المايكروفيلامنتس، الخيوط المجهرية. It is found essentially، يكون موجود found essentially بشكل رئيسي بكل خلايا الكائنات حقيقية النواة، eukaryotic cells. The only exception أو the only known exception، الاستثناء المعروف الوحيد، only known exception، الاكسبشن معناها استثناء، أنه خلايا النيماتود سبيرم، خلايا بعض الديدان اللي نسميها النيماتودز، نوع من انواع الديدان مو الشريطيه، هالديدان اللي تكون مستعرضه اللي نسميها نيماتودز. اوكي، خلايا السبيرمات مالتها او السبيرمز مالتها، هاي شنو؟ ما تكون، او هي تكون الاستثناء، ما يكون موجود بيها الاكتين. اوكي، هنا الاكتين او الجلوبيولر بروتينز، البروتينات الكرويه اللي راح تشكل الاكتين، ات مي بي بريزنت، ممكن تكون موجوده بتركيز كونستريشن تقريبا 100 مايكرومتر، بتركيز يعني او الكونستريشن مالته 100 مايكرومتر. اتس ماس، هذا البروتين الكتله مالته تقريبا 42 كيلو دالتون، والقطر مالته
4 الى 8 نانومتر. اوكي، فالتركيز ما عفوا مو مايكرومتر، مايكرومول، 100 مايكرومول، والكتله مالته 42 كيلو دالتون، والقطر مالته 4 الى 7 نانومتر. زين، هذا اول واحد الاكتين. التيوبيولين شنو هو؟ ايضا بروتين، لكن هذا يكون بوليمرايز، يكون خلينا نقول ذو عده اشكال. الشكل مالتي او الاشكال مالت الشكل مالته يعني يكون بعده اوجه. شلون يعني انتو لونج تشينز، راح يكون سلاسل طويله او فيلمنتس طويله، ايضا خيوط او تيوبس، انابيب طويله، ذات فورم اللي كونت الانابيب المجهريه، مايكرو تيوبيولز. هولو فايبرز، تكون فايبرات او الياف مجوفه، يعني كانما شلون خلينا نقول البواري او الانابيب بداخلها اكو تجويف فراغ، مو مثل الخيوط ماكو بداخلها فراغ، هذه خيوط مايكرو فيلمنت نسميها من اكتين. اما الانابيب مايكرو تيوبيولز، انابيب من تيوبيولين. فهو هذا التيوبيولين كون الياف مجوفه هولو، which serve اللي راح تشتغل كسكيليتال سيستم، جهاز هيكلي للخلايا الحيه living cells. فالمايكروتيوبيولز have the ability، إلها القدرة to shift، أنه تسوي shifting أو تبادل through various formations، راح تبادل بعض التراكيب which is what enables cell to undergo mitosis، أنه أو خلينا نقول تبادل أو تبادل مواقع بعض التراكيب، هي هاي المايكروتيوبيولز، يعني تحركها حتى شنو؟ حتى تخلي طريقة أو عملية انقسام الخلية ممكنة، لأن من تنقسم الخلية لازم بعض المواد تروح لها جهة وبعض المواد تروح لها جهة. أوكي، من تضاعف المواد بداخل الخلية حتى جزء يروح لها جهة، جزء يروح لها جهة، شلون تروح وشلون تمشي؟ بواسطة مساعدة المايكروتيوبيلز اللي هي دي يكونها التيوبيولين. أور ترغيليت، أو حركة هالمواد لتنظيم الانتراسيلولر ترانسبورت، لتنظيم ريجوليت معناها تنظيم النقل بداخل الخلايا، انتراسيلولر ترانسبورت. فهاي هي وظائف التيوبيولين، اول شيء قلنا نقل بعض التراكيب، فاريوس فورميشنز، بعض التراكيب او التراكيب المختلفه تخليها انيبلز، تخليها الها القدره انه تنقل، والخليه الها القدره انه تسوي انقسام. حتى يعني شلون الها القدره تسوي انقسام؟ لازم يكون الها القدره انه تنقل اجزاء الخليه او اجزاء الى جهه معينه، الخليه اللي على اليمنى والاجزاء الخليه اللي على اليسرى، من تصير الخليه خليتين. فهي هاي وظائف التيوبيولين، وايضا بالنقل بداخل الخلايا انتراسيلولر ترانسبورت. زين، هسه هاي اخذنا السيتوسكيليتون، نجي الاجزاء اخرى نسميها سنتريولز، اللي هي ايضا عباره تقريبا اذا تشوف عن تيوبس او انابيب، لكن متصله اكثر من انابيب بشكل معين. هاي موجوده وين؟ من خصائصها found only، موجودة فقط بالخلايا الحيوانية. paired structures، تراكيب مزدوجة near the nucleus، بجانب النواة. فشوف هنا هاي السنتريولز بجانب النواة، تراكيب مزدوجة بجانب النواة، أساسا ده تتكون من شنو؟ ده تتكون من microtubules made of، ده تتكون من حزمة bundle of microtubules، انابيب المجهريه اللي هي من التيوبيولين. اوكي، appear، هاي شو وقت تظهر؟ during cell division، خلال انقسام الخليه. احنا قلنا التيوبيولين من وظائفه انه يساعد في انقسام الخليه، يحرك الغراض او خلينا نقول يحرك تراكيب الخليه الى الجهتين. فهاي شلون يسويها؟ يسويها من خلال تكوينه لاجزاء او لاورجانلز، عضيات نسميها centrioles. هالسنتريولز هي اللي راح تتكون وتظهر، أبير تظهر خلال انقسام الخلية. حتى شو تسوي؟ فورمينج، تسوي الخيوط اللي نسميها مايتوتيك سبيندل. فشوف هنا هالخلية من ده تريد تنقسم، ضعفت المواد بيها وخرجت أو تكونت تراكيب اللي نسميها السنتريول. هاي شنو؟ هالسنتريول حتى كل واحد يروح بجهة ويكون خيوط اللي نسميها مايتوتيك سبيندل. هالخيوط شوف شكل او كونتها وشكلتها بعضيات الخليه او باجزاء الخليه، سحبت كل جزء الجهه. شوف شكلتها مثلا بالكروموسومات، سحبت هالكروموسومات لها الجهه وهالكروموسومات لها الجهه. حتى شنو؟ حتى من تنقسم الخليه كل عضيات تروح
في خلية معينة، فحتى هذه الخلية من تمر بالانقسام وتكون خليتين لازم نضاعف المواد بداخلها، وكل جزء نوديه لخلية معينة. هذه الخلية نودي جزء منها للخلية اللي على اليمنى والجزء الآخر للخلية اللي على اليسرى. فهاي شلون تصير؟ هاي تصير بواسطة مساعدة السنتريولز. هاي السنتريولز تكون موجودة أو تتكون في فترة انقسام الخلية appear during cell division، وتتكون أو تصنع الميتوتيك سبيندلز، خيوط انقسام الخلية أو خيوط الميتوسيس. هاي الخيوط حتى شلون أنت كأنما أحبال فت حبل شكلته بغرض معين، شلون طرزها من يشكل الحبل بغرض أو فد الأحبال شكلها بغرض معين ويسحبها، أنت هم نفس الشيء. او مو انت اقصد السنتريول نفس الشيء، شلون انت تقدر هال بالافلام مال الكاوبويز او ما ادري شلون افلام هاي الامريكيه القديمه، يجي بالحبل، او حتى بتوم وجيري يجي بالحبل يفره واذا بي يلزم بيه شنو فد شغله معينه ويسحبها، نفس الشيء السنتريول ذبت فرت هاي المايتوتيك سبندلز، هاي الخيوط فرتها ذبتها على الكروموسوم وسحبتها، فهي هاي وظائف السنتريول. فتساعد هيلب تو بول كروموسومز، تساعد في سحب الكروموسومات او زوج الكروموسومات كروموسوم بيرز apart to opposite ends، تساعد في سحبه بعيدا الزوج تسحب كل واحد الجهه opposite ends الى الجهه المعاكسه of the cells من الخلايا، فسحبت هذا الكروموسوم كان بالوسط سحبت ازواج الكروموسوم كل فرد بجهه معينه، هي هذا السنتريول. فالسنتريولز ويا الميتوتيك سبندلز كلهن موجود من مصنوعه من شنو؟ مصنوعه من المايكروتيوبيولز او اللي هو التيوبيولين الانابيب المجهريه. فشوف هالسنتريول تذب الحبال مالتها شلون توم وجيري قلنا على الكروموسومات لزمتها وسحبتها. اوكي؟ زين. فالمايتوتيك سبندل اللي هي هاي دا تظهر بانقسام الخليه، المايتوتيك سبندل خيوط المايتوسيس او انقسام المايتوسيس، انقسام او انشطار الخليه. از ذا ماكرو موليكيولر ماشين، هي الجزيئات او خلينا نقول الاله الجزيئيه ذات سيجريجيتس كروموسوم، اللي راح توزع الكروموسومات الى جهتين الدوتر سيلز، الى الخلايا خلايا الابناء، يعني مو الخليه الاصليه الخليه الابويه، لا خلايا الابناء الدوتر سيلز. هاي الكروموسومات شلون تتوزع لها؟ تروح بالتساوي بواسطه مساعده الميتوتيك سبندلز خلال عمليه انقسام الخليه اللي نسميها مايتوسيس. زين هسه خلاص خلصت شو اسمه، لحد الان خلصنا السنتريول والمايتوتيك سبندل. نجي لعضيه اخرى اللي هي الميتوكوندريا. الميتوكوندريون كمفرد او الميتوكوندريا كجمع هي عباره عن بيوت الطاقه، باور هاوس للخلايا اوف ذا سيل. بيوت الطاقه شنو معناها؟ معناها دا تكون الوقود اللي دا تستخدمه الخلايا ك وتحرر منه طاقه، جنريت تكون او تصنع السيلولار انرجي، طاقة الخلية سيلولار انرجي اللي هي الاي تي بي. مادة الاي تي بي هي المادة تكون الرئيسية خلينا نقول او وقود الخلية لانتاج الطاقة. منو اللي دي يصنعه؟ الميتوكوندريا. مور اكتف سيلز، فالخلايا اللي تكون فعالة اكثر وتحتاج طاقة اكثر، مثل يا خلايا خلايا العضلات muscle cells، معناها شنو؟ هاف مور ميتوكوندريا، إلها أو تحتوي على عدد أكبر من الميتوكوندريا، لأن هي تحتاج طاقة أكثر، فتحتاج خلينا نقول وقود أكثر، باور هاوس أو بيوت الطاقة تحتاجها أكثر، فمعناها ميتوكوندريا موجودة بذني الخلايا بشكل أكبر، أكثر من خلايا الجلد. خلايا الجلد ما تصرف ذيك الطاقة، فبيها ميتوكوندريا قليلة. خلايا العضلات تحتاج طاقة كلش كبيرة، فبيها تركيز من الميتوكوندريا عالي. Both plants and animal cells، كلاهما النباتية والحيوانية، الخلايا النباتية والحيوانية plants and animals تحتوي على الميتوكوندريا اللي هي موقع الانتاج السيلولار انرجي، الطاقة الخلوية الانرجي الطاقة، او نفس الشيء موقع تنفس الخلية cellular respiration. respiration معناها تنفس. شنو قصدنا بالتنفس؟ قصدنا حرق المواد الأولية من ضمنها الجلوكوز، burning حرق الجلوكوز او سكر الجلوكوز، حرق السكريات يعني والمواد اللي احنا بناكلها بعدين من تنهضم وتكون نكون منها جلوكوز، يروح هذا الجلوكوز للخلايا، هاي تاخذوه بالكيمياء اكثر شيء بالبايوكيمستري. فشلون يحترق حتى ننتج منه طاقه؟ بواسطه الميتوكوندريا، عمليه حرق نسميها التنفس الخلوي سيلولار ريسبيريشن او بيرنينج جلوكوز. فوظائف الميتوكوندريا انتاج الطاقه
من خلال السيلولار ريسبيريشن. اوكي، هاي الميتوكوندريا اذا نلاحظها هي من الاعضاء التي تحاط بغشاء او بممبرين سراوندد، تحاط بدبل ممبرين، بغشاء مزدوج مو بس ممبرين واحد. فشوفه هذا الغشاء الخارجي وبداخله تليفات او خلينا نقول غشاء داخلي ملفوف، كانما ملفوف هيك صار، مو مثل هذا عدل، هذا الغشاء الداخلي كانما هيك صار به مثل طسات ملفوف. فالغشاء الخارجي نسميه اوتر ممبرين، غشاء خارجي، اوتر خارجي يعني. الغشاء الداخلي ننطيه مصطلح معين نسميه شنو؟ كريستي او كريستا كمفرد او جمع. فالانر ممبرين او الغشاء الداخلي نسميه كريستي او كريستا. اوكي؟ هذا الشيء يكون فولدد، يكون هيك يعني ملفوف خلينا نقول، او بيه مثل تجاويف مثل هيك طسات فولدز. انر ممبرين الغشاء الداخلي هذا هو اللي نسميه كريستي. هاي الميتوكوندريا هاز اتس مثل ما اخذناها بالبارت الاول حسب الاندوسيميبايوتيك ثيوري او نظريه الاندوسيميبايوتيك، انه الميتوكوندريا قالت كانت خلايا واحده. ليش؟ لانه شافوا بيها دي ان اي او بيها ماده جينيه خاصه بيها، هاز اتس اون لها دي ان اي الخاص بيها، اتس اون دي ان اي. فلهذا قالوا انه احتمال، او طلعت هالعالمه قالت احتمال كبير انه هاي كانت خلايا واحده بعدين دخلت بغير خلايا، بخلايا الحيوان او خلايا النبات. فهي الميتوكوندريا من خصائصها اولا الها دبل ممبرين غشاء مزدوج والها دي ان اي خاص بها، وهذا الغشاء المزدوج الغشاء الداخلي او الانر ممبرين مالته نسميه كريستي. ليش هيك صار ملفوف فولدد؟ حتى يزيد المساحه السطحيه، انكريز سيرفيس اريا، انكريز يزيد السيرفيس اريا المساحه السطحيه فور مور كيميكال رياكشنز، لي كيميكال رياكشنز او تفاعلات كيميائيه اكثر. حتى زادت المساحه السطحيه حتى التفاعلات الكيميائيه اللي تصير بيها لغرض انتاج الطاقه تكون اكثر. زين، الماده اللي بداخل السيل ممبرين او هنا هذا اللي تتخيله كانما مي، او اللي بداخل عفوا الميتوكوندريال انر ممبرين الغشاء الداخلي، هاي الماده اللي بداخلها نسميها الشبكه ماتريكس. انتيرير اللي بداخلها او هذا المكان اللي بداخل الكريستي، جوه الكريستي شو نسميه؟ نسميه الماتريكس. اوكي، شنو وظائف الميتوكوندريا؟ وات دو ميتوكوندريا دو؟ شو تسوي الميتوكوندريا؟ اول شيء هي الباور هاوس او الباور بلانت، مصنع الطاقه او البيوت الطاقه، الباور الطاقه مال الخلايا. فهي راح تحرق بيرنز جلوكوز، تحرق الجلوكوز وتنتج منه طاقه، تريليز لتحرير انرجي طاقه اللي هي على شكل اي تي بي. وايضا تخزن الطاقه ستورز انرجي، تخزن الطاقه على شكل اي تي بي. زين، هسه خلصنا هاي الميتوكوندريا، احنا لحد الان اخذنا النيوكلياس، سيل ميمبرين، اخذنا السيل وول، واخذنا عده عضيات. نجي العضيه اخرى اللي هي اندوبلازميك ريتيكولم، الشبكه الاندوبلازميه. اوكي، هاي الشبكه الاندوبلازميه من اسمها شبكه نتورك، شبكه اوف هولو ميمبرين تيوبولز، من انابيب تكون هولو، تكون مجوفه، انابيب غشائيه مجوفه، ميمبرين غشاء يعني اغشيه خلينا نقول انبوبيه مجوفه. هاي شنو وظيفتها؟ قلنا انه توصل او تتصل بين غشاء النواه النيوكلير انفلوب وغشاء الخليه سيل ميمبرين. فاحنا قلنا بالنواه ان غشاء النواه او النيوكلير انفلوب هو والثقوب مالته متصل بيمن؟ متصل بالاندوبلازميك ريتيكولم او الشبكه الاندوبلازميه. هاي الشبكه الاندوبلازميه توصل هذا غشاء النواه بغشاء الخليه. اوكي؟ فهاي شوف غشاء النواه ده يتصل بغشاء الخليه بواسطه الشبكه الاندوبلازميه. فانكشنز وظيفتها ان سينثيسيس، اول وظيفه شنو؟ انه توصل ذولا. ثاني وظيفه، ثاني فانكشن سينثيسيس اوف سيل برودكت، انتاج او تصنيع مكونات الخليه سيل برودكتس، وايضا ترانسبورت ونقل هالمكونات. فمثل مثلا مكونات البروتينيه للخليه منو اللي يصنعها؟ تصنع الشبكه الاندوبلازميه. هاي بيها نوعين، نوع عليه رايبوسوم نسميه رف اندوبلازميك ريتيكولم او الشبكه الاندوبلازميه الخشنه،
والنوع الثاني يكون سموث او ملساء، هاي ما عليها الا رايبوسومات. فتكون تو كاينز، نوعين من الاندوبلازميك ريتيكولم. فنجي الوحده وحده نفصلها. الرف اندوبلازميك ريتيكولم او الشبكه الاندوبلازميه الخشنه اللي هي عليها رايبوسومات، هاز رايبوسومز على سطحها، اون ات سيرفيس، على السطح مالتها، لهذا سميناها خشنه، رف اندوبلازميك ريتيكولم، او نختصرها ار اي ار. ميكس ميمبرين بروتينز، راح تصنع ميك بروتينات شو اسمه الغشاء او بروتينات الغشائيه، وايضا اند بروتينز فور اكسبورت، وايضا تصنع بروتينات حتى توديها خارج الخليه، اكسبورت تصدرها اوت اوف سيل، خارج الخلايا. فالبروتينات ار ميد اب، البروتينات اذا منو اللي دا يصنعها؟ دا يصنعها دا يصنعها بالضبط الرايبوسومات على الشبكه الاندوبلازميه خشنه، on the endoplasmic reticulum surface، على سطحها. فاذا وظيفه الشبكه الاندوبلازميه الخشنه انه تحتوي على الرايبوسومات اللي راح تصنع البروتينات. اوكي، هاي اول وظيفه. زين، احنا قلنا بشكل عام الشبكه الاندوبلازميه توصل النيوكليير انفلوب، غشاء النواه، بغشاء الخليه، وايضا تساعد في انتاج بعض المواد، سيل برودكت، مواد الخليه، ونقل هالمواد. فمن ضمن المواد يا مواد المواد البروتينيه اللي هي دا تصنعها الشبكه الاندوبلازميه الخشنه، او الرايبوسومز، اجزاء الرايبوسومات على الشبكه الاندوبلازميه الخشنه. They are then وراها هاي، يعني هاي البروتينات من تتصنع على بالرايبوسومات على الشبكه الاندوبلازميه الخشنه، are threaded، تدخل بداخل interior، داخل الشبكه الاندوبلازميه الخشنه، رف اندوبلازميك ريتيكولم، حتى يصير بيها عليها بعض التعديلات modified، وبعدين تنقل. فاحنا وظيفه الشبكه الاندوبلازميه صنع ونقل بعض المواد. البروتينات انصنعت بالشبكه الاندوبلازميه الخشنه على الرايبوسومات بها، ودخلت لداخل الشبكه الاندوبلازميه حتى صارت عليها بعض التعديلات ونقلت، فصنعنا ونقلنا مثل ما قلنا بوظيفه الشبكه الاندوبلازميه. زين، هسه الملساء شنو؟ الملساء او السموث اندوبلازميك ريتيكولم لاكس رايبوسوم، يعني تفتقد او تفتقر الى الرايبوسومات على السطح مالتها، اون ات سيرفيس ما بيها رايبوسومات. هاي تكون اتز اتاتشد، متصله بنهايه الرف اندوبلازميك ريتيكولم، اتاتشد متصله تو ذا اند، بنهايه الرف اندوبلازميك ريتيكولم. يعني شوف هنا هاي الرف تكون قريبه على النواه، اللي متصله بنهايتها شنو او متصله بيها؟ السموث او هاي الرف الخشنه، والسموث الملساء. فهي هاي السموث اندوبلازميك ريتيكولمز. هاي ايش راح تساعد في شنو؟ ميكس سيل برودكتس، راح تنتج المواد اللي راح تستخدم بداخل الخلايا فقط، ذات ار يوزد انسايد، اللي تستخدم بداخل الخلايا. فاحنا قلنا البروتينات ممكن تصنع تستخدم بداخل وخارج الخلايا، فالشبكه الاندوبلازميه الخشنه تصنع البروتينات داخل، ويعني اللي تحتاج الخليه بالداخل وخارج الخلايا. اما المواد التي تتصنع على الشبكه الاندوبلازميه الملساء، هاي راح تكون موجوده او تستخدم داخل الخلايا فقط. فانكشنز، وظائف السمود اندوبلازميك ريتيكولم او وظائف الشبكه الاندوبلازميه الملساء، انه دا تصنع الممبرين ليبيدز، تصنع دهون غشاء الخلايا اللي هي الستيرويدز، انواع من الدهون نسميها ايضا ستيرويدز، هاي راح تكون خاصه بدهون الغشاء. فمن اللي يصنعها؟ يصنعها السموث اندوبلازميك ريتيكولم. وتنظم الكالسيوم، ريجوليتس، تنظم ايونات الكالسيوم اللي هي وين؟ بالمسل سيلز، بخلايا العضلات، بها ايونات كالسيوم. من اللي ينظمها؟ الاس اي ار، سموث اندوبلازميك ريتيكولم. وايضا راح تقتل، خلينا نقول، او تزيل، ديسترويز، تزيل التوكسيك سبستانسز، المواد السميه. هاي وين؟ هاي بخلايا الكبد، بالليفر. فخلايا الكبد السموث اندوبلازميك ريتيكولم مالتها شو تسوي؟ اهم وظيفه لها ديسترويز، تدمر المواد السميه، توكسيك سبستانس. اما بخلايا العضلات، الوظيفه مال السموث اندوبلازميك ريتيكولم شنو هي؟ انه تحافظ او تنظم ايونات الكالسيوم، ريجليت كالسيوم. فشوف السموث اندوبلازميك ريتيكولم بكل مكان دا تسوي شغل معين. فاريدكم ايضا هاي تنتبهون عليها، لا تعبروها هيك، لا، ممكن يجي يقول لك يابا شنو وظيفتها؟ فقط بالمسل سيلز، فقط بخلايا العضلات، تقول لك نظم الكالسيوم.
فقط بخلايا الكبد تقول له تدمر المواد السمية وهكذا. أوكي زين، هسه نجي العضو آخر اللي هو، أو خلينا نقول جهاز من الأعضاء اللي نسميه اندو ميمبرين سيستم، جهاز الأغشية الداخلية. هاي من ضمنها شنو، أو الأغشية الموجودة بداخل الخلية؟ قلنا غشاء includes nuclear membrane، من ضمنه غشاء الخلية النواة nuclear membrane connected، المرتبط بأغشية الشبكة الإندوبلازمية connected to endoplasmic reticulum، اللي بالتالي راح ترتبط بمن؟ بغشاء الخلية connected to cell membrane، ترتبط بغشاء الخلية. فهذا الجهاز من الأغشية اللي واحد مرتبط باللاخ، اللي راح يساعد في نقل المواد من النيوكليوس، من النواة إلى خارج الخلية، أو لترانسبورت النقل. شوفه كأنما أغشية واحد متصل باللاخ، كأنما قنوات، هذا غشاء النواة متصل بالشبكة الإندوبلازمية، واللي بالتالي متصلة بالسموث إندوبلازميك ريتيكولم، الشبكة الإندوبلازمية الملساء، وبعدين هاي متصلة وين؟ أو حتى هاي الخشنة نفسها متصلة بغشاء الخلية. فكأنما اشتغل كقنوات للنقل ترانسبورت. هذا الجهاز وحده أو هذا النظام نسميه اندو ميمبرين سيستم، النظام أو الجهاز الأغشية الداخلية. أوكي، فلهنا خلصت المحاضرة، ومثل ما قلنا ببداية البارت الأول أنه بنهاية كل محاضرة راح أخلي لكم فد سؤال بسيط بنهاية المحاضرة، حتى شنو، حتى تراجعون نفسكم به وتراجعون المعلومات اللي أخذتوها. فهذا هو السؤال، هو سؤال بسيط من المحاضرة، أنه يقول عدد الليفلز اوف اورجنايزيشن، او مستويات التنظيم. فلهنا خلصت المحاضره، اتمنى اي سؤال او اي استفسار اذا عندكم تسالوني بالجروب، وبالتوفيق طلاب، ومع السلامه.